الفهد بفتح الفاء وليس الفهد اللفظة الصحيحة فاهيدا الفهد بكسر الهاء. والفهد من خصائصه ومن شمائله ومن مناقبه أنه يكثر النوم يكثر النوم. فقالت الزوج إذا دخل البيت فإنه ينام وهادئ الطباع، لكن إذا خرج هو كالأسد في شجاعته، يعني برا البيت وتلقى الناس بالعكس، تلقى مع أصحابه ما شاء الله فهد، ومع أهله في البيت أسد، تلقى مع أصحاب الولد ما شاء الله ضحكته ما لحد حتى أذنيه يضحك ويسامر وكذا، وفي خدمته وإذا طلعون الشاب يذبحون تلقى طالع يمسك ديك القدر ويشب الضوء ويذبح الذبيحة ويحط، ما هو مسك الشغلة كلها، وفي البيت جيب لهم العيد مرة متعبهم كل التعب. هذا بالعكس. وقيل أيضا الفهد من عادته يكون في البيت، يكون في الغابة في عرينه وحوله أبناؤه يلعبون، فهذا فيه لطف مع الزوجة ومع من؟ الأولاد. وإذا خرج كان كالأسد ولا يسأل عما عهد، مو صاحب البس، عارفين قصة البس؟ يقول لك رجل كان يجيب لحمة للبيت ويقطعها أوصال كده ويعدها مع عند الجزار، يعني الكيلو عنده مثلا فيه 50 وصلة، ويوديها إلى مين؟ إلى الزوجة تطبخها وتحطها على الغداء على العشاء على كذا، يعد قبل ما يأكل، يقول لها 30 وصلة، في 20 وصلة ناقصة، تقول له أكلها القط. طيب مرة ثانية يجيب مثلا نصف كيلو أبو 30 وصلة، تقدم له على الطعام صارت 30 20 وصلة، قال ما أرد بس هذا. قال طيب نزن البس قبل الأكل وبعد الأكل، شوف البس هذا اللي أنت كل مرة تجعين هو الذي إيش أكل اللحم حقه، فأتى بميزان في البيت يحط في البس قبل ما هو مدخل اللحمة، ويحط البس بعد ما إيش القط بعد ما يقدم له ويقدم له طعم. لا الإنسان ما يكون مثل هذا يا شباب، يعني حنشوفه مزرعة في حبة زوجها. ليش المرأة ترى سبحان الله، قيل لها أيهما تحبين ضرابا أم بخيلا؟ قالت ضرابا كريما، ضرابا كريما لا ضرابا بخيلا، يعني اضربني وخلك معي إيش كريم، ولا تكون أنك تضربني وتكون إيش وتكون بخيل، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرأة تحب من رجل أن يكون ماذا؟ أن يكون كريما. وتركها يا أخي، بعض أنا قبل كده اتصل بي قال طلق حربته، إيش في كيس رز زادته لأهلها 5 كيلو رز، طلق ليش يا أخي ليه 5 كيلو رز طلق الحرمة اللي أعطتها لأهلها؟ يا رجل دع المرأة تعطي، ولا تمنع امرأة جارتها ولو فرس نشاه الظلف، يعني ويمنعون الماعون، وانت ترى مأجور في صدقتك في صدقة المرأة من مالك في البيت من غير تبذير إن شاء الله عز وجل، لكن ولا يسأل عما إيش. ولذلك قيل من العاقل؟ الفطن المتغافل، الفطن إيش المتغافل. ونصف المعيشة فين؟ في التغافل. أي نعم، طبعا التغافل الذي لا يأتي بمحظور، هذا كلامنا واضح إن شاء الله. نعم.